ولاحظ بين قوسين سريعين لا تستخف بالولد في صغر سنه. بعض الآباء يتكلم بقسوة مع زوجته أمام الولد الصغير، يقول لا يفهم، هذا جهاز مسجل، جهاز يلتقط ولو في الرابعة والخامسة. عندما يصبح شابا يقول الآن أتذكر ما جرى على أمي. إما أن يحكم على أبيه بالظلم أو على أمه، وبالتالي سيعق أحدهما. احذر هذا المعنى. إن كان لك خلاف مع زوجتك اجعلها في غرفة النوم المقفلة، إياك وإياك أن تظهر ذلك أمام ذريتك، هذه من موجبات العقوق.